لما حد يقول لي طب ليه انت بتستبعد المحامين الجدد او المحامين تحت التمرين من النظام العلاجي، ما هو ممكن يدفع اشتراك العلاجي. انا عشان اجاوبكم على هذا السؤال او هذا التساؤل هديكم رقمين. في 2016 اتقدم للقيد في الجدول العام 23,000 محامي، مفروض دول اتقيدوا ابتدائي لغاية 19، اللي اتقيد منهم نص العدد ده، نص الرقم. النص التاني راح فين؟ مش موجود. اما انه راح في وظيفة، اما انه رجع في كلامه، اما انه مش عايز يكمل في المحاماة، اما انه شاف انه مش نافع في المحاماة، اما انه شايف انه مستقبله في مكان اخر فراح لمكانه. انا بقى لو بدأت بعلاج 23,000 ودفعت من اموال المحامين المشتغلين تكاليف علاج هؤلاء اللي يحتاجوها، شوفوا الارقام ممكن تبقى ايه. انا هقول لحضراتكم لو النص ده ال 10,000، 1000 واحد بس اشتركوا معانا، 1000، ومتوسط ال 1000 من ال 10,000 خد الحد الاقصى بتاعنا 30,000 او 50,000، يبقى دخلنا في 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه راحت ضاعت على المحامين، لانها خدها المحامي اللي تقيد في الجدول العام وروح. انا لما اقول لا انا بقوله انا بتريس، انا بتربص بيه لغايه ما يثبت جديه التحاقه بالمحامي. هو صحيح في السنه الاولى والثانيه والثالثه لغايه العشره ممكن ما يكونش بيأدي حاجه في صندوق المحاماه، على فكره يعني لغايه 10 سنين ممكن المحامي ما يكونش ادى لصالح صندوق المحامي، لا دمغه محاماه ولا اتعاب محاماه، عدد القضايا اللي حضرها قليل، عدد الدمغات اللي اضافها قليل، لكن هو في النهايه بيثبت ان هو محامي مشتغل وناوي يشتغل. ده اللي احنا بنشده معانا وبنقول اه لازم يستفيد من صفحات العلاج اللي موجوده. فعلشان كده مش ده موقف تحكمي انه عشان جدول عام ما يتعالجش، لا مش ما ينفعش، لانه في النهايه احنا لازم نحافظ على المال العام ده اللي هو يخص كل المحامين. انا مش مرخص ليا اوزعه، انا سهل جدا اقول والله كل المحامين اللي تخص تدخل نقابه المحامين جدول عام تتعالج على حساب نقابه المحامين وتدفع ال 150 جنيه وتاخد كل حاجه. ده معناه ايه؟ انا هكسب دول، هكسب هذه الارقام من المستفيدين، هكسبهم انتخابيا، هكسبهم شخصيا، انما هضيع على المحامين حقهم في الفلوس دي، لان دي فلوس المحامين المشتغلين اللي لازم تفضل مدخرة. انتوا عارفين حضراتكم احنا في 2019 صارفين حتى اليوم حتى النهاردة 287 مليون جنيه على العلاج، 287، وده رقم ضعف اعلى رقم في نقابة المحامين اتعمل في السنوات اللي فاتت. احنا في 3 سنين عدينا خلاص المليار على العلاج وعلى المعاشات، نتيجة انه احنا بنضخ في اطار انه هي دي الأزمة الحقيقية لدى المحامي، عاشه وعلاجه، ده الحد الأدنى اللي يطمن المحامي وهو بيشتغل إنه لازم يجد من يعاوله أو يدفع معه إلى أو يدفعه إلى بر الأمان علاجياً صحياً أو معيشياً إذا ما فكر في الإحالة المعاش أو لأسرته بعد رحيله.